كرة القدم السرعة بتشكل عامل كبير جدا واللي بتميز لاعب عن لاعب، ومش المقصود بالسرعة هنا سرعة الجري وتغيير الاتجاه وسرعة الأقدام فقط، ده كمان إدراك الموقف وسرعة رد فعلك واتخاذك للقرار، لأن في المستويات المحترفة سرعة اللعيبة تقريبا متساوية مع بعضها. اللي بيفرق لاعب عن لاعب هو سرعة رد فعله واتخاذه للقرار. ففي كرة القدم انت في كل لحظة بتتخذ قرار جديد، فمش بتجري بالجون للجون في خط مستقيم او بتحدد هتعمل ايه من اول الملعب لاخر الملعب، ممكن تكون واخد قرار معين وفجأة حاجة تانية بتحصل فبتتخذ قرار جديد. وتمارين سرعة رد الفعل واتخاذ القرار اي لاعب مهما كان رياضته بيتمرن عليها، وعشان كده في السلسلة دي هتشوف اهم التمارين لزيادة سرعة رد الفعل واتخاذ القرار بالكرة وبدون الكرة اللي انت كلاعب كرة قدم لازم تتمرن عليها، واللي هتحسن مستواك وادائك في الملعب بنسبة كبيرة. وكل التمارين هتكون بادوات بسيطة في متناول الجميع، وتقدر تتمرن على التمارين دي في اي مكان